السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يعد الثاني في هذه السلسلة، سلسلة تعلم الفرنسية بالنسبة للمبتدئين. في الفيديو السابق، أي الفيديو الأول في هذه السلسلة، تعلمنا حروف الهجاء بالفرنسية الألفابي. أما في هذا الفيديو فسوف نتعلم كيفية القراءة، وذلك بجمع حروف الهجاء مع بعضها. هذا الفيديو سيكون مقسم إلى جزئين، الجزء الأول خاص بقراءة الحروف التابثة لي كونسون مع الحروف المتحركة لي فويال. وبالمناسبة، فحروف الهجاء الفرنسية تتكون من 26 حرف، 20 منها ثابتة أي كونسون، وستة المتبقية هي عبارة عن حروف متحركة أي فويال. لي كونسون وعددها 20 هي ب س د اف ج اش ج ك ل ام ن ب ك ر اس ت ف دبليو اكس زد. الحروف المتحركة وعددها 6 هي A E I O U Y. نمر الآن إلى كيفية قراءة لي كونسون، الحروف الثابتة مع لي فويال، أي عندما تتبعها الحروف المتحركة. يمكن تشبيه هذه العملية بالشكل أو التشكيل في اللغة العربية، وذلك ما تعلمناه في سنواتنا الدراسية الأولى، با بو بي بابون كتابون إلى آخره. أول حرف ب مع أ، با باج، ب مع أ ب بك، ب مع إي بي بيدون، ب مع أو بو بول، ب مع أو بو بوجي. بالنسبة لي ب متبوعة بإكراك، فأنا لم أجد كلمة بهذين الحرفين، إذا استطعتم إيجادها فاتركوها في التعليق. سي سي مع أ، ك كادي، سي مع أ س سنتر، سي مع إي سي سيمون، سي مع أو كو كوشون، سي مع أو كو كوب، سي مع إغراك سي سيكليست. كما لاحظتم، فالحرف سي عندما يتبع ب أ أو أ يعطينا الصوت ك ك كو كو. د دا دغ، د دمي، دي ديامون، دو دكتور، دو دور، دي ديناميت. اف فا فاسيل، ف فنتر، في فيغ، فو فول، في فيمي. جي غا غانيي، ج جون، جي جيبيه، غو غوبلي، غو إيغو، جي جيم. كما لاحظتم هنا أيضا، فإن الحرف جي ينطق غ مع أ أو أ، غا غو غو. H A habit, E herbe, I
hier. O, honnête. U, humain. I, hymne. J, ja, jaloux. Je. J, jungle. Jo, joli. Ju. J. Kayak. Que, Kenya. Ki, kilo. Ko, koala. Ku, kurde. Ki, kiste. Elle, la, lame. Le, lettre. Li, libre. Lo, local. Lu, lucide. Li, lycée. M, ma, maman. Me, menu. Mi, microbe. Mo, moche. Mu, multi. Mi, mythe. N, na, nager. Ne, net. Ni, niveau. No, non. Nu, nuage. Ni, nylon. P, pa, page. Peu, peu. Pi, piment. Po, poli. Pu, public. Pi, pyramide. Q, K, quatre. Que, question. Qui. Co, quotidien. Q, qui. بالنسبة لك بالإضافة إلى U و Y فأنا لم أستطع إيجاد كلمة بهذين الحرفين. R غ غ غ غسيت ري ري رو روب رو رو ري ريتم. S, sa, sable. Se, sel. Si, silence. So, soleil. Su, sucre. Si, symbole. T, ta, table. Te, ton. Ti, timide. To, tomate. Tu, tube. Ti, type. بالنسبة للحرف ت فينطق أحيانا ت كما في timid, tube, وأحيانا أخرى ينطق ت كما في ton, table, tomate. V, va, vache. V, vo. V, vie. Vo, voiture. Vue. W, wa, what. We, web. Oui, wifi. الحرف W يعطي الصوت و عندما يكون برفقة حروف أخرى. بالنسبة للحرف X فمن النادر إيجاده في كلمات باللغة الفرنسية. Z, za, zombie. Z, zest. Z, zigzag. Z, zoo. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الجزء الأول من الفيديو الخاص بكيفية القراءة. كما لاحظتم فالجزء الأول خصصناه لقراءة الحروف الثابتة, أما الجزء الثاني فسوف نخصصه لقراءة الحروف المتحركة والأصوات التي تغطيها حين ندمجها مع حروف أخرى.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك أو إعجاب، وأن تقوموا بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد.